السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. الف مليون بليون تريليون مبروك للمنتخب الوطني. مقابله صعبه، مقابله اعصاب، مقابله رجال، مقابله قلب، لكن الاراده تصنع الفارق. ليس ما كانش حاجه مستحيله على الجزائري. اذا بعد ما تكلمنا بالامس وقلنا باللي المنتخب المغربي قوي، وقلنا المنتخب المغربي يفوز بالسداسيات وبالخماسيات، وقلنا حذاري لكن ليس مستحيل الفوز على المنتخب المغربي، قلنا ليس مستحيل الفوز على المنتخب المغربي، وقلنا بالامس باللي هذا مقابله ديربي، كل شيء فيها وارد، في كره، في لقطه، في مخالفه قادر تصنع الفارق على جزئيات. وبالفعل رغم انه الشوط الاول كان المنتخب المغربي مسيطر فيه، كان مستحوذ على الكره يلعب، صراحة ما نكونوا واقعيين خوتي، المنتخب المغربي عنده طريقة لعب، عنده هوية، عنده خطة، احنا مازال ما عندنا والو، لحد الساعة ما عندنا والو، احنا عندنا مواهب فردية، وراح دوك نتكلم عن المواهب الفردية. إذا المنتخب المغربي ضغط علينا، لعب كرات نتاعو، ضغط على المنتخب الوطني في المنطقة تاعو، ضيع فرص في ضربة الجزاء. صحيح انه خطا من لاعب بارادو تيتري اللي دار مقابله ولا اروع، مقابله رائعه في المستوى، ضربه جزاء جات عن طريق خطا من لاعب وسط ميدان بارادو تيتري اللي من المفروض خلى زميله، كان هو الاقرب للمدافع، اقرب للمهاجم المنتخب المغربي، لكن هذه راجعه ممكن قله الخبره، راجعه للتكوين. لكن كشوط اول كنا نوعا ما خارج الاطار، لكن قلق يعني ما قلقناش بزاف المنتخب المغربي، انه رغم انه يلعب كره ويدور في الكره، لكن ما شفناش هذاك المنتخب نتاع الخماسيات والسداسيات. الشوط الثاني عرفنا حاجه، انه المنتخب الوطني انه اللاعبين هذوما دخلوا بعزيمه. الشوط الثاني اللاعبين دخلوا بعزيمه نتاع فوز، عزيمه نتاع رد الاعتبار. الشوط الثاني حاولنا العديد من المرات، حاولنا ضيعنا فرص، رغم انه كاين بوكو ديشي كيما نقولوا، يفقدوا اللاعبين الكره بسهوله، التمريرات نوعا ما مش مركزه، لكن اللاعبين كانوا على كيما نقولوا على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، كانوا كامل عازمين انهم يبينوا الصوره نتاع الجرينتا نتاعهم، ويبينوا العزيمه نتاعهم. من بعدها حاول انه المنتخب المغربي يضغط علينا، حاول انه يدير بعض اللقطات، لكن كانت على استحياء، كانت على استحياء. الشوط الثاني عرفنا الميليو ريكيبيراتور التيتري اللي دار جرو ماتش. في الشوط الاول ضيعنا واحد الفرصه جات من عن طريق دوغي للاعب رقم 18 اللي للاسف وجه لوجه ضيع كره اللي كنا قادرين نرجعوا فيها حتى في الشوط الاول، وضغط علينا المنتخب المغربي كنا قادرين نسجلوا هدف التعادل. من بعدها الشوط الثاني المنتخب الوطني عمل مجموعه من الفرص اللي كان قادر يعدل بها النتيجه، لكن للاسف تضييعها، سوء الحظ داخل ايضا في اللعبه. ايضا المنتخب الوطني كان يملك وسط ميدان، يعني مسترجع لعب دور كبير تيتري في استرجاع الكرات وبناء الهجمات وقص اللعب، يعني لعب نشيط كالنحلة. أيضا اللاعب الآخر حاجي لاعب سياسي أيضا دار مقابلة ولا أروع، يسترجع ويبد كرات أيضا، يعني درنا نقدر نقوله كحوصلة في الشوط الثاني، ضيعنا وبنينا في نفس الوقت اللعب، رغم أنه لا نمتلك فرديات أحسن من المغرب. منتخب نتاعنا اصبح الان ماركه مسجله في الدقائق الاخيره، سجلنا ضد المنتخب الموريتاني في الدقيقه الاخيره فزنا، هدف التعادل جاء في الدقيقه الاخيره ايضا ضد النيجر، والان عودناها ضد المنتخب المغربي. لكن قبل الهدف كانت هناك فرصه، لكن الحكم اللي احتسبها تسلل للاعب عمار هذا اللاعب اللي دخل نوعا ما نشط، يعني قصير القامه لكنه سريع ونشيط، دخل تاعو ايضا نشط اللعب، ايضا هدف قلت شرعي لكن الحكم احتسبه تسلل. من بعد جات طرد اللاعب، طرد اللاعب هذا عاوننا
انه المنتخب المغربي اصبح يلعب منقوص عدديا. لاعب مدافع المنتخب المغربي بطاقة الحمراء اصبح اللعب يعني اصبح المنتخب المغربي منقوص عدديا، وبالتالي ساعد هذا المنتخب الوطني رغم انه كان هدف شرعي للاعب عمار اللي دخل في الشوط الثاني وقدم الاضافه للمنتخب الوطني خاصه في القاطره الاماميه. الهدف اللي الغى الحكم بداعي تسلل، لست ادري اين هو التسلل. اذا من بعدها المنتخب الوطني عمل المستحيل باش انه يحاول يعدل في الدقائق الاخيره، وبالفعل هذا ما صرا. بعد العديد من الفرص، فرص اللي جات على المنتخب الوطني، جاء الفارج بعد كره من ايت عامر للاعب ريان مدافع مارسيليا اللي كان داخل المنطقه 18 ويعطي كره لمورا اللي سجل هدف التاهل، هدف التعادل بالنسبه لي انا، وهدف التاهل لاني صراحه بعد ما سجل المنتخب الوطني التعادل كنت على قناعه انه المنتخب الوطني راح يفوز ضربات جزاء ويفوز، راح يتاهل المنتخب الوطني بضربات جزاء، لان المنتخب الوطني دخل بمعنويات قويه جدا. لما تكون خاسر الى غايه الدقائق الاخيره 92 والدقيقه 93، يعني اول حاجه انت منتخب عندك شخصيه، اللاعبين تاعك عندهم ايطار ديسبري قويه بزاف. علاش؟ لان اللاعبين بعد ما سجلوا هدف التعادل في الدقائق الاخيره راح يدخلوا ضربات جزاء بمعنويات مرتفعه، وهو ما كان بالفعل، حيث ان المنتخب الوطني تقريبا كل ضربات سجلوها ما عدا اللاعب رقم 8 لاعب اتحاد العاصمه اللي ضيع الكره. وما ننساوش انه كسبنا حارس للمستقبل الوناس. الوناس اليوم بعد ما صد ركلتين للمنتخب الوطني وقبلها دار يعني مشوار لباس به، ما نقدروش نلموا الحارس لما يكون الدفاع خارج الاطار ولا يعني صراحه، لكن الحارس هذا كسبناه للمستقبل. اذا الحارس هذا والناس راح يكون ان شاء الله الاسم هذا نتاعو يتداول ان شاء الله في المنتخب الوطني، ويكون هذا المنتخب في حد ذاته هو نواه لمنتخب للمستقبل. نتمنى من المسؤولين انهم ياخذوا بعين الاعتبار انه هذا المنتخب يحتفظوا به وما يكسروش مهما يكون، حتى لو قدر الله اليوم خسرنا ولا قصينا مع المغرب لازم نحتفظوا بالمنتخب هذا. هذا المنتخب اللي قادر ان شاء الله يكون هو خليفه المنتخب الاول واحسن خلف المنتخب الاول باذن الله تعالى. لكن ما ننساوش ان المنتخب عنده فرديات، والفرديات هي اللي صنعت الفارق. فردياتنا كانت احسن من المغرب، فرديات اللي عندنا احسن بكثير من المنتخب المغربي، فرديات اللي عندنا احسن بكثير من النيجر، فرديات اللي عندنا احسن بكثير من المنتخب المصري اللي خسرنا معاه. يعني لو تحط الفرديات نتاعنا وفرديات الفرق الاخرى احنا اقوى منهم. المشكله فقط ان ما زلت ما عندناش طريقه لعب، مازال ما عندناش هويه لعب، ما عندناش تكتيك، فقط ما عندناش شخص يوظف اللاعبين احسن توظيف. هذه النقطه السلبيه. لكن بالفرديات قدرنا نوصلوا للنصف النهائي. راح نواجه اما جزر القمر او منتخب التونسي، والاقرب الاقرب هو المنتخب التونسي صراحه. راح يكون مقابله ديربي، وراح نشوفوا ايضا انه المنتخب الوطني ان شاء الله راح الفرديات هي اللي تنتصر. اذا برافو لكل اللاعبين دون استثناء، من الحارس والناس بدون ان ننسى بالمختار ومهره اللي دخلوا قدموا الاضافه للمنتخب الوطني خاصه في الشق الهجومي. كل اللاعبين من المدافعين رايان توانتي، كل اللاعبين تيتري اللي كان عنده دور بارز خاصه في وسط الميدان وكان يسترجع هو وحاجي لاعب سياسي، كل اللاعبين دوقي عصام ايت عامر مهره بالمختار، كل اللاعبين ما نساوهمش، عمار ايضا اللي دخل حرك المنتخب الوطني خاصه في القطر الاماميه. برافو للشبان الجزائر. ملتقانا ان شاء الله في النصف النهائي، وراح يكون كلام اخر ان شاء الله نوصلوا للنهائي، وان شاء الله نكونوا مع مصر في النهائي ويكون كلام اخر، ونبينوا ايضا انه عندنا فرديات ولا اروع. ملتقانا ان شاء الله في النهائي بالتوفيق للمنتخب الوطني. في الاخير ملتقانا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.